السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد صفوت. إن شاء الله المحاضرة دي هنعرف إزاي نصمم منظومة الأوف جريد أو المنظومة الغير مربوطة بالشبكة الحكومية، والمحاضرة دي برعاية شركة سولار سمارت للطاقة الشمسية بالإسكندرية. تمام، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نخش على الحاجات اللي إحنا عايزين نعرفها عشان نصمم، لازم نعرف إيه الفرق بين الأوف جريد والأون جريد. الأوف جريد دي منظومة طاقة شمسية بس مش مربوطة بالشبكة الحكومية. بمعنى ايه؟ احنا لما كنا قلنا في الاون جريد منظومة طاقة شمسية مربوطة بالشبكة الحكومية، قلنا ان احنا الكهرباء اللي بناخدها او اللي بننتجها الفائض مننا بنرميه على الشبكة الحكومية، وبالليل بنعيد استخدامه. تمام، لان مفيش شمس بالليل. طب في الاوف جريد الفائض مننا بنرميه على خزانات طاقة. ايه هي خزانات الطاقة دي؟ اللي هي البطاريات. تمام، فهو الفرق بين الاون جريد والاوف جريد اللي انا في الاون جريد ما بجيش ناحيه البطاريات خالص، انما الاوف جريد بيبقى فيه بطاريات بخزن عليها الكهرباء بتاعتي الفايضه مني بالنهار. تمام، طب انهي احسن، الاون جريد ولا الاوف جريد؟ طبعا الاون جريد. ليه؟ لان الاوف جريد بيكون تكلفته عاليه جدا في البطاريات. البطاريه ممكن تبدا سعرها من 2000 جنيه وتوصل معانا لو جل توصل معانا ل 3600 او اكتر من 3600 كمان. تمام، ولو ليثيوم بتبدأ معاك بقى من 8.5 لحد وانت طالع ماشي. فطبعا تكلفة البطاريات غالية جدا، خاصة لو جيل هغيرها كل سنة او اتنين. فانا كل سنة او اتنين بغير من بطارية لحد 4 بطاريات او اكتر من 4 بطاريات، فدي تكلفة كبيرة جدا. فالاوف جريد مش مجدية. طب امتى اقول على الاوف جريد مجدية؟ لو انا في مزرعة وعندي استراحة وما عنديش كهرباء، فانا غصب عني مضطر ان انا اركب اوف جريد. تمام، طيب انا في مكان اصلا، يعني بلاش لا مزرعه، في مكان مش واصل له كهربا. تمام، فعايز اوصل، فطبيعي هتجه للاوف جريد. طب انا عايز اوصل منظومه طاقه شمسيه وخلاص، بس انا معيش اللي انا اجيب العداد 3 فاز، فغصب عني برضو كده بتجه للاوف جريد واشتغل ببطاريات. مع العلم ان في دلوقتي انفرترات اوف جريد اللي هي الهايبريد بتاخد كهرباء حكومية عادي وما بتاخدش بطاريات. يعني الانفرترات الاوف جريد او الهايبريد عشان تشتغل بتاخد كهرباء حكومية عادي بس ما بتديش الحكومة. يعني انا باخد منك اي سي، انما ارجع لك او ابيع لك ما ينفعش، بس عشان تشتغل لازم اوصل لها بطاريات. في حاليا انفرترات بدون ذكر اسماء عشان ما يبقاش اعلان، عشان في ناس بتزعل، في انفرترات معينة ما بتاخدش بطاريات، بتشتغل عادي بالنهار على الشبكة الحكومية وبالليل على بالنهار على شبكة الطاقة الشمسية وبالليل على الشبكة الحكومية عادي. تمام، ده الفرق عامة باختصار، ايه هو الفرق بين الاوف جريد والاون جريد، وقلنا امتى بنتجه لده وامتى بنتجه لده. في الاون جريد لازم يكون عندي عداد 380، بيبدأ التركيب بتاعي من اول 5 كيلو طالع، ده في الاون جريد. انما في الاوف جريد لو عايز اركب نص كيلو ما عنديش مشكله، وما عنديش مشكله لو انا ما عنديش عداد. يعني لو مفيش عداد خالص في الاوف جريد عادي، لو عندي مولد بس عادي، مع على الله كده وعلى ابيض عادي. لو ده اوف جريد ماليش دعوه باي حاجه وماليش دعوه بالحكومه تماما. ماشي، عشان ابدأ بقى اصمم منظومه اوف جريد، ايه اللي انا محتاجه؟ زيه زي الاون جريد برضو محتاج ان انا اعرف الاجهزه الموجوده داخل المنزل والعدد الكلي لكل جهاز. يعني انا مثلا عندي تلفزيون ومروحتين وغساله وكام لمبه، فانا محتاج ان اعرف كام لمبه، يعني الجهاز اللي موجود كلمبه طب هو عددهم قد ايه، مروحه طب عددها قد ايه، تلاجه طب عددها قد ايه. تمام، في ناس كانت بتقول هو التلاجه بتشتغل 24 ساعة، موجودة في الكهرباء 24 ساعة. اه هي موجودة في الكهرباء 24 ساعة، انما هي تشغيلها الفعلي او الموتور بتاعها تمام بيشتغل معاك 10 ساعات كمتوسط. لان انت لو بصيت على دورة التلاجة هتلاقيها مكونة من صمام تمدد، بامب او اللي هو المضخة، ثم مكثف، ثم مبخر، او العكس. انا مش بتاع تبريد تكييف، بس هو عامة دي دورة التلاجة. فانت مشكلتك كلها في البامب ديت، لما يجي يقول لك والله دي التلاجة بدأت تشحن، مجرد ما التلاجة بدأت تشحن فهي كده بتسحب كهرباء، فدي
ال10 ساعات بتوع تشغيل الكهرباء بتاعتك. مش معنى اللي هي موجودة 24 ساعة في الكهرباء إن هي شغالة 24 ساعة، لا هي شغالة 10 ساعات كمتوسط. في تلاجات بتشتغل أكتر وفي تلاجات بتشتغل أقل، تمام. ده بالنسبة لسؤال التلاجة. طيب عدد ساعات التشغيل الكاملة لكل جهاز على حدة، لازم أبقى عارف إن التلاجة بتشتغل متوسط قد إيه، والله التلفزيون ده بيشتغل متوسط قد إيه، تمام. بس برضه أخد بالي ما يجيش اللي أنا باجي أركب لكافيتيريا وأقول اللي هو الكافيتيريا التلفزيون فيها شغال زيه زي البيت، هو الكافيتيريات التلفزيون فيها شغال 24 ساعة أو بالمية 8 ساعات، ماشي. فلازم برضه نبقى حاطين النقط دي في بالنا ويبقى عندنا ليونة اللي أنا ماخدش حاجة ستاندرد، ماشي. وتحديد عدد ساعات سطوع الشمس اللي احنا قلنا في مصر 5، تمام. نيجي بقى لأول حاجة، لازم أعرف الحمل المنزلي اليومي زيه زي الأونجريد، اللي أنا باخد الباور أوف ديفايس، في التايم أوف ديفايس، في النمبر أوف ديفايس بتاع كل جهاز موجود في البيت، وأجيب منه رقم الوحدة بتاعته وات يوم، تمام. يعني لو أنا عندي مثال بيقول لك منزل مكون من عدد 2 تلاجة وتلفزيون ومروحتين وديب فريزر و5 لمبات إضاءة، ما هو الحمل اليومي للمنزل؟ حاجة أقول له والله الاتنين في 250 اللي هو الباور بتاع التلاجة في 10 ساعات تشغيل، وقلت أنا من شوية ليه 10 ساعات تشغيل مش 24 ساعة. في عندي تلفزيون واحد اللي هو 150 للباور في واحد العدد في 5 ساعات تشغيل، في 2 في 60 في 8 ساعات تشغيل بتاعة المروحة، في الديب فريزر اللي هو 1 في 250 في 10 زائد 5 لمبات في 12 في 5. طيب لو انا جيت قلت لك والله اللمبات اللي موجودة عندي 20 واط، اللمبات اللي موجودة عندي اكتر من 20 واط ايا يكن هي كام، انت كشغلتك كمهندس طاقة في حاجة اسمها ترشيد للطاقة، انا اجي اقول له والله الاحسن لحضرتك انك توصل لمبات 12 واط عشان توفر معاك. في ناس بتجيب 9 واط براحتك ما عنديش مشكلة، بس ما يبقاش اكتر من 12 عشان ما يحملش عليك حمل زيادة. فده الانرجي لود، ده انا برضو قلتها في محاضرة الاونجريد وبعيدها معاكم دلوقتي تاني، دي برضو داخلة معانا في الاوف جريد. نيجي هنا لمثال مهم جدا، بيقول لك في مدينة نويبع يوجد مخيم به 8 حجر، كل حجرة بيها 10 لمبات وتلفزيون وتلاجة، ويوجد كافيتيريا بيها 4 تلاجات وتلفزيون و20 لمبة، تمام. بيقول لك احنا عايزين نعرف عدد الالواح المناسب للمخيم وقدرة الانفرتر المطلوبة، وما هي عدد الحوامل الالواح الذي كان اذا كان نوع الحوامل المقصات، وما هو نوع العداد المناسب لزوم تركيب المنظومة مع ذكر فولتية العداد، تمام. يبقى انا عايز اعرف عدد الالواح، قدرة الانفرتر، عدد الشاسيهات اللي هي الحوامل، وعايز اعرف نوع العداد. نيجي هنا اول حاجة هجيب الانرجي لود، بيجي يقول لك ايه 10 في 12 في 5 في 8، يعني ايه 10 في 12 في 5 في 8؟ بيجي يقول لك انا عندي 10 لمبات في 12 واط في 5 ساعات تشغيل في 8 حجر، تمام. يبقى كل واحد فيهم في 10 لمبات في 12 ساعة في 12 واط في 5 ساعات تشغيل في 8 حجر، زائد ساعة واحدة أو تلفزيون واحد في 150 واط في 5 ساعات تشغيل في 8 حجر. يبقى كده خلصنا التلفزيون واللمبات، هنخش على التلاجة، تلاجة واحدة في 250 واط في 10 ساعات تشغيل في 8 حجر، وأجمع عليهم 4 تلاجات بتاعت ايه الكافيتيريا في 250 في 10، تمام، 10 ساعات تشغيل، زائد التلفزيون بقى هنا مختلف عن التلفزيون في الحجر، قلنا تلفزيون واحد في 150 واط في 12 ساعة تشغيل، تمام. احنا قلت اخد رقم متوسط، ماخدش رقم اقل من كده او اكتر من كده، بس احنا ممكن نزود اكتر من الـ12، تمام. زائد 20 لمبة في 12 واط في 8 ساعات تشغيل، لما اضرب كل الارقام دي ببعض هيطلع لي 44520 واط في اليوم، يعني الكامب دوت بياخد 44000 واط و520، يعني 44 كيلو ونص، تمام. عايز اعرف النمبر اوف في في، هاخد
ال 44520 اضربها في فاكتور اوف سيفتي. طب انا ليه اخدت المره دي واحد وواحد، ما خدتهاش واحد ونص او واحد واربعه من عشره او واحد واكتر من نص؟ لان مدينه نويبع دي مدينه حر جدا، ودرجه الاشعاع فيها عاليه قوي قوي قوي، لدرجه ان في الصيف ممكن ما تقدرش تنزل البحر من كتر الشمس اللي فيها. فاحنا بنبدا ننزل البحر فيها من بعد شهر 9 مثلا، تبدا معاك من 9 10 11 12 1 تقدر تنزل البحر فيها، ويكون الشمس هناك هادت شويه. انما في الصيف ما انصحش حد، بتبقى حر جدا. فمعنى ذلك ان مدينه الاشعاع فيها قوي جدا، زيها زي اسوان والصعيد عامه. فانا رحت واخد واحد واحد من عشرة، وممكن ناخد واحد واتنين من عشرة، ولو انا افتريت على العميل شوية ممكن ناخد واحد تلاتة من عشرة. ورحت قاسم الرقم ده على قدرة اللوح الواحد اللي انا خدته افتراضا 540. طب القدرات اللي موجودة حاليا، حاليا في السوق المصري كام؟ موجودة حاليا في السوق المصري كام؟ بيبدأ معاك نادرا ما تلاقي ال 280، 280 واط البولي دوت نادرا ما تلاقيه، وال 340 البولي برضو نادرا ما تلاقيه، ماشي. ال 410 المونو برضو نادرا ما تلاقيه. معاك من اول 450 و 430، يعني 430 هتلاقيه شوية يعني، موجود بس مش بكثرة. 450 موجود، 540 موجود، 550 موجود، في 560، وفي حاليا شركة بدون ذكر أسماء وصلت ل 590 واط، تمام. فالأرقام اللي موجودة دي مختلفة من شركة للتانية، وأنا بروح أشتريها أو حضرتك بتروح تصمم على أساس اللي موجود عندك أو المتاح عندك، وبرضو بتصمم على أساس السعر، لأن الواط حاليا بيبدأ معاك من 5 جنيه و90 قرش الوات، لان الالواح الطاقه الشمسيه بتتباع بالوات، وركزوا في الكلمه دي، بتتباع بالوات، ما بتتباعش باللوح، لا بتتباع بالوات. يعني مثلا لوح 590 الوات فيه مثلا 5 جنيه و90 قرش، وفي وات 6 جنيه، وفي وات ب 6 جنيه وقرش، وفي وات ب 6 جنيه وربع، تمام. بيختلف من نوع لوح للتاني، تمام. وطبعا بيختلف من نوع السلاية نفسها وكام باس بار وهكذا. وخدوا بالكم يا جماعة، كل ما الباس بار زاد في اللوح، كل في السلاية أنا آسف، كل ما الكفاءة زادت. الباس بار دي هتلاقي الخطوط اللي موجودة في السلات، في كل سلاية في اللوح هتلاقي فيها خطوط كده، دي اسمها الباس بار، ماشي. نرجع لمرجعنا تاني، انا قسمت على قدرة اللوح الواحد اللي هي 540، وضربت في عدد ساعات سطوع الشمس، لان القانون بيجي يقول لي والله الانرجي لود في الفاكتور اوف سيفتي على قدرة اللوح في عدد ساعات سطوع الشمس. انا عندي عدد ساعات سطوع الشمس هنا 5، تمام. بس انا برضو مش هاخد كل حاجة ستاندرد، انا ممكن طالما في نويبع انا ممكن بكل سهولة اخدها معايا، يعني القابلية اللي أنا أمشي من 5 لـ 8 ساعات، زيها برضو في أسوان من 5 لـ 8 ساعات، ده لو أنا هشتغل أوف جريد أو أون جريد. الرقم دوت عامة هيطلع لي 18 و13%، فأنا قربتها وخدتها 18 لوح، تمام. عايز أعرف بقى الإنفرتر باور أو قدرة الإنفرتر، هاخد الـ 18 لوح، أنا آسف يا جماعة، الـ 20 دي مش 20، دي 18، انا اسف، ال 18 لوح في 540، الرقم اللي هيطلع تعال نفترض ان هو 9720 واط. ال 9720 واط دول طبعا مفيش لوح، مفيش انفرتر 9720، هتلاقي الانفرتر بيبقى رقم مقفول، هتلاقي يبقى نروح نجيب انفرتر 10 كيلو فولت امبير، لازم يكون اعلى مش اقل، تمام، اعلى مش اقل. الشاسيهات انا عندي 18 لوح، هقسمها على الاتنين هيساوي معايا 9 شاسيهات. العداد بقى المناسب للمنظومة دي، لو انا هركب اون جريد فانا لازم عداد 3 فاز، والتلاتة فاز ده يكون 380 فولت. العداد 3 فاز 380 فولت. طب لو انا هركب اوف جريد بقى مش اون جريد، فانا مش ملزم بعداد اصلا، في عداد 220 حلو، في عداد 380 حلو، في جنريتور موجود اوكي، مفيش جنريتور موجود اوكي،
اي حاجه في يو بي اس موجود. اوكي اليو بي اس دوت شبه مولد بس بالبطاريات بدون بنزين، ده اليو بي اس مولد بس ببطاريات من غير بنزين. تمام، ايا يكن ايه اللي موجود، اي حاجه بتطلع لي اي سي حتى اقدر اشغلها على الانفرتر. مفيش مصدر اي سي، اقدر برضه اشغل الانفرتر بالدي سي عادي، ده لو اوف جريد. نيجي بقى قلب الموضوع عندنا النهاردة، وهو حساب عدد البطاريات. عشان احسب عدد البطاريات لازم اعرف شوية حاجات. اول حاجة نوع البطارية اللي انا بصمم عليها، يا ترى هي جل ولا ليثيوم. الجل في الطاقة الشمسية بناخد اللي هي 12 فولت. تمام، طب انواع الجل ايه، او انواع البطاريات الجل ايه في السوق المصري؟ في بطاريات امريكي اللي هي بتقال عليها النورث ستار، وفي تحت الامريكي شوية في الباور سيف، وفي الناردا، وفي الالترا سيل، وفي الشوتو، وفي السولون شاين. كل دي انواع بطاريات جل. بنرجع تاني من الاول، في النورث ستار. النورث ستار دي بتبقى 170 او 190 او 210 واط امبير. البطارية تتقاس القدرة بتاعتها بالامبير ساعة، لان احنا عارفين ان الفولت بتاعها ثابت وهو 12 فولت، فهقيسه بايه؟ لو انا الباور برضو عندي تمام ثابت، يبقى المتغير بتاعي هو الامبير. فالبطاريات نرجع تاني من الاول، نقول نورث ستار بيبدأ معايا 170 190 210 امبير. يعني في 3 انواع دول من البطاريات. ممكن يكون في بطاريات تانية وانا ممكن ما اكونش عارفها يعني، بس دول اللي انا عارفه. في الباور سيف، الباور سيف بيبدأ معاك برضو من 100 امبير، 170 امبير، 190 امبير، ده الباور سيف، وعلى فكرة فرنسي وبطارية كويسة. في النهاردة في 190 وفي 100 وفي 170. في الشوتو والسولون شاين، في دول بيبقوا تقريبا 100 ل 150 امبير. في بقى الالترا سيل، وفي اظن دول بس كده، دول اللي انا فاكرهم حاليا يعني. ده بالنسبة للجل. في بقى الليثيوم. الليثيوم ممكن الاقي بطاريات 12 فولت، وممكن الاقي بطاريات 24 فولت، وممكن الاقي بطاريات 48 فولت، بس الاشهرهم اللي موجود حاليا في السوق المصري هو 48 فولت 100 امبير. يعني الباور بتاعهم كام؟ يعني الباور بتاعهم 48 فولت في 100 4800. تمام، دي البطاريات الليثيوم. طيب انهي احسن؟ الليثيوم الاحسن. الليثيوم ليه؟ الليثيوم، الليثيوم ده عدد دورات الشحن والتفريغ فيها السايكلز بمعنى صح، بيبدأ معاك من اول 4000 ل 4500 دورة شحن. السايكلز بتاعتها من 4000 ل 4500 دورة شحن. تمام، طب الجل معاك من 500 ل 700 دورة شحن. ماشي، يعني انا في الليثيوم لو انا خدت ال 4500، لو انا هاخد دورة شحن واحدة بس في اليوم، وجيت قسمت ال 4500 على 360 يوم بتوع السنة، هيطلع لي تقريبا 12 سنة صح. انما لو قسمت ال 700 على 360 تتكلم في سنتين وشوية. تمام، الليثيوم سعرها 8000 لحد من 8500 وطالع. الجل اللي بتبدأ معاك من 2000 لحد 3600. تمام، وناخد بالنا من نقطة مهمة قوي، ان الليثيوم 48 فولت مش 12. يعني البطارية اللي 12 فولت 100 امبير محتاج منها أربعة عشان يكفوا يدوني كفاءة بطارية واحدة بس 48 فولت 100 أمبير. أنا لو ضربت 12 وصلتهم توالي مع بعض، جبت 4 بطاريات، أنا آسف، 12 فولت ووصلتهم توالي مع بعض، هيدوني 48 وهي 100 أمبير. يعني 48 في 100 4800، وبرضه الليثيوم هكذا. يبقى دي الفرق بين النوع الجل والليثيوم. الليثيوم الأنواع الموجودة في السوق، الشوتو في منها الهواوي وفي الالترا سيل، الانسل، انا اسف، الانسل، الالترا سيل دي جل. وقلنا فولتات البطاريه في 12 في 48.
نسبة الشحن والتفريغ اللي هي ال DOD أو بنقولوا عليها Depth of Discharge. دي بيجي يقول لك ايه، والله انا البطارية الجل نسبة الشحن والتفريغ او انا بقى ما بوصلهاش لحد 100%، ما بشحنهاش لحد 100 وما بوصلهاش تفريغ لحد 0. لا والله انا بشحنها لحد حد معين، ولما افصلها او لما اجي اخد منها ما اخدش منها لحد 0%. طب باخد منها نسبة قد ايه؟ ده بقى ال DOD. بيجي يقول لك والله في البطارية الجل انت بتاخدش من البطارية غير 50% بس من قدرتها، يعني لو هي 100 امبير انت بتاخد 50 بس، تمام؟ ده ايه الجل. وحاليا الانفرترات بتاخد 70% من قدرتها، نجيب لكم من الاخر، بس هو كحاجة صح لازم تاخد 50%، تمام؟ طيب الليثيوم، لا والله بيقولك انت هتاخد من قدرتها 85%، 85%، يعني لو بطارية 100 امبير انا باخد منها 85 امبير، ده لو ليثيوم. طب لو جل باخد 50% فانا باخد منها 50 امبير بس. نسبة الشحن والتفريغ او الديبس اوف ديسشارج دي مهمة 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 وداخلة في الحسابات، ماشي. نيجي بقى لطرق توصيل البطاريات. احنا قلنا في توصيل البطاريات توالي وفي التوازي. في التوالي انا بجمع الفولتات، وفي التوازي انا بجمع الامبيرات. طب امتى بوصل توالي وامتى بوصل توازي؟ في البطاريات تختلف بقى، ده بوصل توالي وتوازي على حسب نوع الشاحن الداخلي اللي داخل الانفرتر. يعني عشان اشحن البطاريات لازم لي شاحن داخلي عشان اشحن البطارية، ما انا ما اعرفش داخل لي فولت من الواح قد ايه، هاخد الفولت اللي داخل من الواح هحطه على البطاريات على طول؟ طب البطارية 12 فولت بس كده انا هحرقها، افرض داخل لي 36 فولت من الالواح ايه اللي هيحصل؟ ولا اكتر من 36 هحرق البطاريات. طب لو داخل لي اقل وانا محتاج 48 مش هشحن البطاريات. فلازم حاجة اسمها منظم الشحن. منظم الشحن بيجي يقول لك والله انا النظام بتاعي انا بديك 12 فولت او اخر يطلع لك 12 فولت، فانا مجبر اوصل له. لو انا هوصل بطارية فانا بوصلها عادي بس، طب لو هوصل بطاريتين فانا محتاج ان انا اوصل الاتنين دول مع بعض بطريقة عشان يخليهم 12 فولت، والبطاريتين دول لو انا وصلتهم توازي هيبقوا برضو الفولت ثابت اللي هو 12، تمام؟ يبقى ده لو انا منظم الشحن بتاعي بالنظام ال 12 فولت. طب لو منظم الشحن بتاعي بنظام 24 فولت ومعايا بطاريتين، يبقى انا هوصل البطاريتين دول ايه توالي عشان اخد منهم ال 24 فولت، ماشي. طيب لو منظم الشحن بتاعي بنظام ال 48 فولت، فانا لازم مش بطاريتين بقى، لا ده انا هضيف عليهم بطاريتين كمان، يبقى لازم معايا 4 بطاريات، يبقى 48 فولت 12 في 4 ب 48، ده منظم الشحن. طيب انواع منظم الشحن اللي موجوده ايه؟ في البلت ان وفي الخارجي. حاليا ما بنستعملش الخارجي في حاجه خالص. البلت ان بيكون نوعين، يا اما بي دبليو ام يا اما ام بي بي تي. نجيبها لكم برضو من الاخر، ما بنجيش ناحيه البي دبليو ام، مش عملي ومش كفاءه، هتلاقي دايما رخيص في السوق. انما الام بي بي تي ده المهم، ده اللي بيجي يقول لك والله الام بي بي تي ده اختصار لكلمه ماكسيمم باور بوينت تراكر، ده متعقب اعلى نقطه جهد، يعني هياخد منك اعلى جهد الداخل من الالواح، ده الام بي بي تي، ماشي. ده الفرق بين منظمات الشحن سواء بي دبليو ام او ام بي بي تي. ام بي بي تي تمام، وامتى بوصل توالي وامتى بوصل توازي، بوصلهم توالي وتوازي امتى؟ يعني لو انا عندي 8 بطاريات هوصلهم ازاي؟ لو انا منظم الشحن بتاعي 48 يبقى هوصل 4 توالي لوحدهم واطلع منهم سلكين موجب وسالب، واوصل 4 تاني توالي واطلع منهم موجب وسالب، يبقى كده عندي منظومة 48 ومنظومة 48، هاخد الموجب بتاع ده والموجب بتاع ده والسالب بتاع ده والسالب بتاع ده واوصلهم، يبقى انا كده عندي 4 و4 وباخدهم توازي مع بعض، يبقى برضو 48 فولت، ماشي. يبقى ده الفرق بين التوالي والتوازي في البطاريات. نيجي تاني بقى لحساب البطاريات. نمبر اوف باتريز بيجي يقول لك ايه، والله الانرجي لوب بتاعتك في الفاكتور اوف سيفتي واقسمهم على الباور اوف باتري قدرة البطارية في
ال depth of discharge. تمام، من الأول تاني يقول لك عشان أعرف عدد البطاريات كنظريا لازم أجيب قدرة البيت وأضربها بالفاكتور اوف سيفتي وأقسمها على باور البطارية. باور البطارية اللي هو ايه؟ الفولت بتاع البطارية اللي هو 12 لو جيل و48 لو ليثيوم، ولو في ليثيوم في ليثيوم 24 بس انا بقول لك اللي موجود في السوق حاليا المصري، واقسمهم على الباور اوف باتري واضربها في الديبس اوف ديسشارج. طب انا عندي مثال للكلام ده، عندي مثال للكلام ده. بيقول لك منزل مكون من عدد 2 ثلاجة وتلفزيون ومروحتين وديب فريزر، تمام، وخمس لمبات إضاءة، ما هو الحمل اليومي للمنزل؟ أهو جمعناهم خدناهم 9510 الانرجي لود، ضربنا الاتنين في 250 في 10 في 150 في 1 في 5 وهكذا لحد ما وصلنا ل 9510 واط في اليوم. طب أنا عايز أعرف النمبر أوف باتري. خدت ال 9510 وضربتها في فاكتور أوف سيفتي، فاكتور أوف سيفتي اللي هو أنا خدته 1.4، ورحت قاسم الرقم ده. أنا افترضت إن البطارية جل، افترضت الكلام ده مش ستاندرد، يعني في حساباتك ممكن تخليها ليثيوم دي بتاعتك، وافترضت ان امبير البطارية 170 في حساباتك ممكن تغيرها. البطاريات عامة 100 150 170 190 210 ده لو جل، دي القدرات اللي موجودة في السوق حاليا. 100 150 170 190 210 ده لو جل. لو ليثيوم المتوفر حاليا 100 امبير، في 200 في بس مش متوفر بكثرة. تمام، نرجع من الاول ونقول نمبر اوف باتري، خدنا الانرجي لود 9510 في الفاكتور اوف سيفتي وقسمناه على باور البطارية اللي هو 12 في 170 امبير، وضربت الرقم ده في 7، ما ضربتوش في نص اللي هو 50% اللي هو ديبس اوف ديشارج. ليه؟ لان اصلا الانفرتر بيديله 70%، فانا هاخد بقى اللي موجود كده كده برمجت الانفرتر تقول 70% فبراحتها. تمام، في ناس ممكن تاخد نص براحتها، انا خدت 7 بس للتوضيح لان ده اللي موجود حاليا في الانفرترات. هيطلع لي رقم 9.3 امبير، 9.3 بطاريه، انا قربتها خدتها 8 بطاريات. تمام، ليه قربت خدت 8 بطاريات؟ لان انت لو خدت 9 بطاريات هتبص لها تلاقي 9 يتوصلوا ازاي، 48 ولا 24، ملهاش توصيلة. تمام، ملهاش توصيلة. فالتمن بطاريات لو انا خدت 4 توالي واربعة توالي فكده ليها توصيلة. تمام، ولو خدت التمن بطاريات ضربتها في 12 في 170 هيطلع لي رقم اكبر من 9510، فانا كده في السيف زون. تمام، يبقى ده بالنسبة لحساب البطاريات. نيجي بقى للانفرترات. الانفرترات اللي موجودة في السوق يا اما 1 كيلو فولت امبير، يا اما 2 كيلو فولت امبير، يا 3 كيلو فولت امبير، يا 5 كيلو فولت امبير، ده لو اوف جريد اللي هو الهايبريد. تمام، الواحد كيلو فولت امبير فيه منه بشاحن داخلي بي دبليو ام وام بي بي تي او ام بي بي تي، والاثنين كيلو برضو هكذا، والثلاثة كيلو هكذا، والخمسة كيلو هكذا. تمام، انواع الانفرترات الاوف جريد، في التوب باور، في الماست، في الجروات، في انواع تانية بس دول اللي انا متذكرهم حاليا يعني، بس دول من اشهر الانواع الموجوده. يبقى في اكتر من 5 كيلو اوف جريد؟ في اكتر في السوق المصري؟ لا مفيش، نادرا ما تلاقي اكتر من 5 كيلو. تمام، ففي اكتر من 5 كيلو، انما في مصر نادرا جدا ما تلاقي اكتر من 5 كيلو فولت لو اوف جريد. تمام، يبقى ده في الانفرترات، وسعرها بيغلى او يقل بناء على نوع منظم الشحن اللي جوه الانفرتر. يعني هتلاقي سعر الواحد كيلو البي دبليو ام ارخص بكتير من الواحد كيلو الام بي بي تي، وهتلاقي سعر الخمسة كيلو بي دبليو ام ارخص بكتير قوي من خمسة كيلو الام بي بي تي. وفي نفس الوقت برضو السعر بيتحدد على اساس منظم الشحن ده بيديك كام امبير في الساعة. يعني لو انا عندي بطارية او منظم الشحن بيديني 50 امبير في الساعة وهشحن بيه بطارية 100، فكده هيشحن لي البطارية دي في ساعتين، هيديني 50 في 50، غير منظم الشحن مثلا اللي هيديني 80 امبير، غير اللي هيديني 30، غير اللي هيديني 40. تمام، فبرضو منظم الشحن اللي جوه الانفرتر الامبير بتاعه بيفرق في سعره. يعني
هتلاقي الانفرتر الامبير بتاعه 60 امبير ارخص بكتير من الانفرتر الامبير بتاعه 80، او اغلى بكتير من الامبير بتاعه 50، وهكذا. يبقى منظم الشحن اللي جوه الانفرتر بيفرق معاك جدا في السعر، وخاصة سواء هو بي دبليو ام او ام بي بي تي. نيجي بقى لمثال مهم جدا، بيجي يقول لك والله احد العملاء كان يريد ان يركب منظومة غير متصلة لمنزل، وكانت الأجهزة الموجودة كالتالي: تلفزيون و18 لمبة و3 مراوح وغسالة وتلاجة. ما هو التصميم المناسب للمحطة وسعرها إذا كان سعر الكيلو وات 13,000 جنيه؟ تمام، حاجة والله أقول له أنا هجيب في الأول خالص الحمل المنزلي بتاع اليوم. تمام، حاجة أقول له أنا هاخد 1 في 150 في 5، اللي هي إيه؟ التلفزيون. تلفزيون واحد في قدرته 150 في 5 ساعات، وجمعته على 18 لمبة في 12 واط في 5 ساعات تشغيل، زائد 3 مراوح أنا آسف في 60 واط في 6 ساعات تشغيل. ممكن ناخدها 8، ممكن ناخدها 10، أيا يكن. أنا باخد متوسطات، الأرقام دي مش ثابتة. وبعد كده باخد 1 في 250 في 10، دي التلاجة والغسالة، 1 في 250 في 1. ليه 1؟ ما ممكن تيجي تقولي الغسالة بتشتغل أكتر من ساعة، بس والله مبتشتغلش كل يوم برضه. لو بتشتغل كل يوم براحتك، زود في عدد الساعات بتاعتك. انا عامه بيشتغل بتشتغلش كل يوم عندنا، فهيطلع لي الرقم 5660 واط في اليوم. عايز اجيب النمبر اوف في في، والله خدت ال 5660 ضربتها في فاكتور اوف سيفتي اللي هو 1.5، اللي هو عايش في اسكندريه او القاهره او ايا يكن، او طنطا او دمياط او رشيد او منوفيه، الاماكن دي كلها ناخد رقم، والشركة اللي حضرتك هتشتغل فيها أو بتمرنك أو أيا يكن هي اللي بتديهولك. أنا بدي رقم جزافي، تمام، مش رقم ثابت، الشركة هي اللي هتقولهولك. اسأل الفاكتور اوف سيفتي اللي هي بتاخده كام، وبتقسمها على قدرة اللوح الواحد. أنا هنا غيرت لك قدرة اللوح عشان ماجيش أقولك اللي ده ستاندرد. تمام، قسمتها على قدرة اللوح الواحد 340 في 5، وقلت أنا بختار عدد قدرة اللوح بناء على إيه؟ بناء على السعر والمتوفر في السوق. تمام، هيطلع لي 5 ألواح، يبقى المنظومة بتاعتي دي ب5 ألواح. طب النمبر اوف باتريز، اخد برضو ال 5660 اللي هي الانرجي لود في 1.5، ممكن برضو تبقى 1.4 او اقل ايا يكن، شوف برضو الشركة قالت لك ايه، وتقسمها على الباور بتاع البطارية اللي هو 12 في 190 في 70% او 7/10. هيطلع لك البطاريات بتاعتك 5.3. المرة دي أنا زودت بطارية، خليتها 6 بطاريات، عشان لو منظم الشحن بتاعي 24 فولت. طب 6 بطاريات تنفع على 48؟ لا ما تنفعش، ملهاش توصيلة خالص مهما عملت. لو أنا عند 48 يبقى أنا هضطر يا إما أشيل 2 وأزود ال 190 أمبير أخليها 210 مثلا، أو أزود 2 وأقلل ال 190 وأخليها مثلا 170. فهمتوا يعني ايه 6 بطاريات؟ انا عندي منظم شحن لو 48، يبقى انا عندي حل من الاتنين: يشيل من الستة اخليهم 4، وعلي قدرة الامبير بتاع البطارية، بدل ما هي 190 لا انا هخليها 210، او بدل ما اخليهم 6 اخليهم 8 واقلل ال 190 اخليها 170 او 150 او ايا يكن. فالرقم ده هيظبط معايا. طيب قدرة الانفرتر، والله قدرة الانفرتر خدت ال5 ألواح ضربت في قدرة اللوح الواحد طلع لي 1700. مفيش انفرتر 1700 واط، فأنا بروح آخد الأعلى اللي هو 2 كيلو فولت أمبير. الشاسيه بتاعتي عندي 5 ألواح، الشاسيه بيشيل لوحين، فأنا عندي كده 3 شاسيهات. ده باختصار التصميم. طيب أنا عايز أعرف سعر المنظومة دي بقى كام، لو أنا كيلو الواط عندي بيساوي 13,000 جنيه. حاجة، بص المنظومة بتاعتي دي كام كيلو وات، بتطلع لي كام كيلو في الساعة؟ كام كيلو في الساعة الألواح اللي أنا مركبها دي بتطلع لي كام كيلو في الساعة، عشان أعرف باخد قدرة اللوح الواحد في عددهم. يعني عندي 5 ألواح في قدرته 340 طلع لي 1700، فأنا مركب لك كده ألواح بتطلع لك 1700 واط في الساعة الواحدة، يعني كيلو و700 أو كيلو 7/10. باخد الكيلو 7/10 دول واضربها في سعر الكيلو وات اللي الشركة محددة، اللي هنا بتقول لك 13,000. يعني هاخد الواحد 7/10 في 13، يعني مثلا لو هركب لك 2 كيلو يا عم، هاخد ال 2 كيلو في 13، يبقى منظومة بتاعتي سعرها
26,000 جنيه. ده باختصار شديد، او حاولت ان انا اجيب لكم الاوف جريد وتصميمه يعني بكل اللي انا اعرفه. ممكن اكون اخطأت في حاجة، انا بشر عادي، وممكن اكون نسيت حاجة برضو انا بشر، بس حاولت ان انا اجيب لكم كل المعلومات اللي عندي وكل حاجة انا قلتها. والف الف شكر، وان شاء الله تلاقوني في فيديو تاني. مع السلامة.